ثانية ونستكمل مع حضراتكم أخبارنا ونروح لصحيفة يو آي 24 السلوفينية اللي قالت إن أحلام منتخب سلوفينيا في بطولة العالم اصطدمت بمنتخب مصر، ورغم التعادل إلا إن المنتخب السلوفيني فشل في التأهل رغم الأداء الجيد في المباراة اللي شهدت سوء حظ كبير للمنتخب طبعا سلوفينيا. وأشادت الصحيفة بأداء لاعبو منتخب بلادها واللي وصفت حارس مرماه بالرائع بعدما تسبب في التصدي للعديد من الكرات كانت سببا في تفوق المنتخب السلوفيني أغلب أوقات المباراة. أعتقد يمكن امبارح الناس كلها اتكلمت على اللي نفس الصحيفة بتتكلم عليه وهو حارس مرمى منتخب سلوفينيا. بصراحة الراجل عمل مجهود كبير جدا امبارح، الناس كلها اتكلمت عليه، ويمكن كان هو سبب من أسباب التعادل امبارح. يعني امبارح خروج حارس مرمى سلوفينيا في بعض الأوقات، ويمكن ناس كتير حملت المدير الفني لمنتخب سلوفينيا ان هو ازاي استغنى عن حارس المرمى اللي بصراحه شال كتير جدا في الشوط الاول، كمان شفناه لدرجه ان الناس ابتدت تتكلم وتكتب على السوشيال ميديا طب انت ازاي يعني هنسجل فيك ازاي. الراجل بصراحه عمل مجهود كبير جدا امبارح وكان واحد من نجوم اللقاء. طبعا خلونا نروح لصحيفه اكيبا السلوفينيه اللي القت اللوم على مدرب الفريق طبعا بسبب اصراره على اللعب بدون حارس مرمى في بعض اوقات المباراه بالذات في الشوط الثاني، واوضحت